بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الجن والجمل. في ذكر الجن: خلقت من النار، والإبل خلقت مما خلق منه الجن وهو النار. فقد روى الطبراني وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصل في عطن الإبل، فإنها من الجن خلقت. ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ وصل في مراحل الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة. وهذا الذي ذكره ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية عليهما رحمة الله، أنهما خلقت أنها خلقت من النار، أي الإبل خلقت مما خلق منه الجن، ألا وهو النار. لذلك يقال النار تبرد بالماء، يعني بالوضوء. لذلك يتوضأ منها الإنسان من لحمها إذا أكلها، وهذا صحيح. وأنها خلقت من نار، ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وقيل له: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. انتهى. فلهذا والله أعلم خص الله تعالى ذكر الإبل في صورة الغاشية بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أنها خلقت من النار مثل الجن. فإن كانت الإبل بلحمها وعظمها وهيئتها المادية وشكلها الظاهر من نفس الأصل الذي خلقت منه الجن، فلماذا العجب؟ فهذا دليل على أن من الجن أمم تشبه الإنسان، أي الإنس، فلهم هيكل عظمي وكتلة عضلية ودماء تسفك وغير ذلك مثلنا. هذا خصوصا بالنسبة للذين يعيشون في البعد الذي نعيش فيه، غير الأطياف الذين يعمرون البيوت وهم من بعد آخر. وكذلك التناسل بين الإنس والجن وارد، لأن بعض الناس يقول: كيف الجن يتناسل مع الإنس؟ هذا وارد، لأن كلاهما لهم تقريبا نفس طبيعة، غير أن لكل واحد منهم أصل، أحدهم مخلوق من أصل النار والآخر من أصل التراب. وهذا لمن ينكر بأنه حاصل ويقول باستحالته، فهذا دليل صريح على عظمة الله تعالى، أنه يستطيع من أصول مختلفة أن يخلق هيئة واحدة لها نفس الملامح الفيزيولوجية، سواء من نور أو من تراب أو من نار. فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء، والله أعلم. حتى بعض المعتقدات الأسيوية والأوروبية تظن أن الحيتان والدلافين هي مخلوقات من النور كما الملائكة، وليست من طين كما هو الإنسان، وقيل أنها مخلوقات من الماء، من أصل الماء، والله أعلم بالحقيقة. وهناك بعض المعتقدات تظن أن الحصان مخلوق خلق من الريح، وهكذا، الله أعلم. هناك صور لأشياء قيمة تصنع من عظام الجن العاجية، ده من عظام الجمال، من عظام الإبل أقول، لأن لهم هيكل عظمي لا يشبه المخلوقات الثدية الأخرى، فهي عبارة عن عاج، وهو شيء نفيس قوي جدا. سبحان الله، لمن أراد أن يتأكد فيبحث عن الأشياء القيمة التي تصنع بعظام الجن، بعظام الجمل. فصل: النغف الذي يقتل الجمل يقتل كذلك يأجوج ومأجوج، ما هو وجه التشابه بينهما؟ قال ابن الجوزية: الإنس والجن عشرات أجزاء، 9 منهم يأجوج ومأجوج، أي هم من الإنس والجن عشرات أجزاء، 9 منهم يأجوج ومأجوج، أي هم من الجن الذين يتأذى مما يتأذى منه الجمل الذي مثله مثل الجن، أي يؤذيه النغف. فصل: في عدم الاستهزاء بالذي يسأل عن الحيوانات هل هي مخلوقات من طين أو مخلوقات من نار السموم،
سورة الجاثية الآية 13. وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في مخلوقات الله، كيف نشأت وكيف تحصل رزقها وكل العوالم التي تتعلق بها والجمادات والأرواح وغيره. وهذا رد من الله تعالى مفحم للذين يستهزئون من السائل، يسأل هل الحيوانات مخلوقات من طين أو من النار السموم، فيجيبه المجيب بأن هذا أمر لا يترتب من تحصيله منفعة، فمن الأولى أن تهتم بأمور أهم من ذلك، فيضيقون واسعا ويصدون بابا من أبواب الخير والعبادة، وهو التفكر في خلق الله تعالى. وقد يؤدي معرفة هذه المعلومة إلى دخول خلق كثير في دين الله أفواجا، فلا يجوز أن نحقر من العلم شيئا، والله أعلم. وقال تعالى في الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهي مخلوقات من نار كما الجن، كما ثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض العلماء بعض أن سئلوا، وهذا مسجل في قناة معروفة فضائية، فكان رد الشيخ بأنه تهكم على السائل: لماذا تحاول أن تفهم من أي شيء خلقت الإبل ولماذا الله أعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثير من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. أي أن من الجن من لهم أعين وآذان وقلوب مثلنا ومثل الأنعام. سبحان الله، القرآن لا يخطئ في ألفاظه، والله أعلم. فصل في قوله تعالى: وما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا إبليس يقصد، والله أعلم، الناحية المادية الفيزيائية أو الفيزيولوجية لجسده، المخلوق من النار في الأصل. فبعد التقارير المخبرية لمن قام بتشريح عظام الرماديين خصوصا قالوا أنها ليست كعظام البشر العظمية، فهي عظام عاجية أو مثل ميناء الأسنان. وفي الإنسان معروف أن الأسنان فقط هي لها ميناء عاجي، وكل الهيكل العظمي الآخر هو هيكل من عظام كلسية وهكذا. وأما بالنسبة للرماديين فكل العظام الجمجمة، كل عظام هي قوية وجيدة ونفيسة، وهي من العاجي النفيس. فلذلك لو قفز الجني من مباني عالية لم يتعرض للكسور، بعكس الإنسان الذي قد يتعثر فقط على الأرض فتسبب له تلك السقطة كسور، والله أعلم. وقد وجدت جماجم كثيرة في بيرو وكذلك في قبور مصرية، وكل هي لها تشبه نوعا ما جماجم الإنسان، لكن هي مختلفة من الناحية هذه، هي من العاج وليست من الكلس، من العظام الكلسية أو مثل البشر، الله أعلم. قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالتركيبة الأولية التي أوجد الله تعالى منها الجن هي النار، وبذلك يفسر خفتهم وسرعة انتقالهم من مكان إلى آخر، وهم أصناف وأنواع كثيرة وأمم وقرى، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قالوا عن أنفسهم الجن: كنا طرائق قددا، أي مذاهب متنوعة. والطرائق أصناف أو أجناس، قددا ربما الله أعلم من القديد وهو اللحم المجفف. أي أمم من الجن هم من هم مثلنا، لهم هيكل عظمي وكتلة لحمية من العضلات والعروق والدماء. وهناك أصناف أخرى هم أطياف، ومنهم من يطير وهكذا، من له أجنحة، هم أنواع أنواع سنتطرق إليها بإذن الله في سياق هذا الكلام، والله أعلم. ومنه جمجمة التي تسمى بطفل الفضاء Star Children، هي من العاجي النفيس. وهناك جماجم سبحان الله وجدوها في مقابر البشر، فهي تشبه البشر نوعا ما، لكن كما قلنا هي من العاج النفيس.
ومنه روى البيهقي في الدلائل عن الحسن أن عمار بن ياسر قال: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، فسئل عن قتال الجن فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر أستقي منها، فرأيت الشيطان في صورته فصارعني فصرعته، ثم جعلت أدمي أنفه بفهر، أي كان معي أو حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن عمار لقي الشيطان عند بئر فقاتله، فلما رجعت سألني فأخبرته الأمر، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن عمار بن ياسر أجره الله من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي في دلائل النبوة. المصدر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم عبيدات، الله أعلم. عنه: من خرج ابن مسعود رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلة نفر من الجن كما ورد في القرآن، فرسم رسول الله دائرة في الأرض وقال لابن مسعود: اجلس هنا، أي داخل، حتى أرجع إليك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا وهو يقرأ القرآن بصوت مرتفع، وابن مسعود يراقب ما يحدث. فوفد وفد من الجن نصيبين على رسول الله وتكاثروا عليه لبدا. هذه رواية تقول: فتكاثروا عليه لبدا، كما ورد في القرآن، حتى في القرآن ورد هذا اللفظ، وكادوا يكونون عليه لبدا. وهنا الشاهد: فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق، فقمت خائفا على النبي فأشار إلي أن يجلس في صلاته، فجلست فاجتمعوا علي فما عدت أراه. فنصيبين مدينة قديمة ما بين النهرين، وهناك من قال أنها منطقة في الحجاز، وقال والبعض قال أنها في تركيا، ومنهم من يقول أن نصيبين هو اسم لبرج من أبراج السماء، والله أعلم. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الجن في الآية 19. قام عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، قد ذكره الله تعالى في القرآن، لكن المفسرين قالوا بغيره، الله أعلم، قالوا ربما هو عمر أو ربما عبد الله، قصدوا أنه النبي، والله أعلم. هنا هذا الحديث يفسر الآية: عبد الله وعبد الله بن مسعود. وهذه سرد لأحداث ليلة الجن. فصل: حديث أصناف الجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. قوله يحلون أي ينزلون في المكان بكثرة ويحتلونه، والله أعلم. قوله يضعنون، ساروا ورحلوا، يقول ضعنوا يعني الديار، أي رحلوا عنها، والله أعلم، بتدمير كل شيء وراءهم، فهم لا يتركون شيئا خلفهم. فمثل هؤلاء الجن إذا أقاموا قواعد على الأرض في الصحراء أو مثلا في البحار، فإذا رحلوا من ذلك المكان يدمرون كل شيء، لا يتركون أي أثر بأن كانت لهم قواعد وهكذا. فصل: يقوم الساحر بجرح نفسه بجلد ظهره بالسلاسل في غرفة مظلمة لاستحضار الجن، فهذا ربما أن الرماديون خصوصا يتغذون على الدماء بدهنها على جلدهم، وهم يرون في العتمة في الظلام بالعدسات المركبة على أعينهم، فهي تتيح لهم الرؤية الليلية، وهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس أخبار السماء والملأ الأعلى، والله أعلم. فصل: يقول السحر أن الجن تخشى الذئاب والضباع، وهذه الأخيرة هي التي تأكل الجن عندما يموتون وتجد أجسادهم وتهاجمهم وهم أحياء، ربما لأن الذئاب والضباع تملك أقوى الفكوك على الإطلاق، حتى أنها تكسر العظام وتأكلها، والجن معروف عظامهم من الميناء الأسنان القوي وهي عاجية، والضباع والذئاب ربما بعض الكلاب الوحيدة التي تستطيع كسرها وهضمها، والله أعلم.
روى عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو الجن اسمه سوما، فقال الله له: تمنى. فقال: أتمنى أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شابا، فأعطي ذلك. قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل. وقال كذلك أن الجان مسيخ الجن. والله أعلم. أخبرنا إسماعيل ابن أحمد المقري وعبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن محمد المدبر قالوا: حدثنا أبو الحسين بن الناقور قال: أخبرنا عبد الله بن جشامة قال: حدثنا البغاوي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجان مسيخ الجن، كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس. والله أعلم. فصل. قال محمد رشيد، قال محمد رشيد رضا مبينا إمكانية رؤية الجن، فإذا تمثل الملك أو الجن في صورة كثيفة كصورة البشر أو غيرهم أمكن للبشر أن يروه، ولكنهم لا يرونه على صورته وخلقته الأصلية بحسب العادة وسنة الله في خلق عالمه وعالمه وعالمنا. ويقول الإمام القرطبي: وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، وفيها أن الشيطان كان يأتيه في صورة رجل فقير، بعد رفعه إلى رسول الله قال له: ذلك شيطان. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ فسكتوا. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى إذا جاء الحجون عند شعاب أبي دب، فخط علي خطا فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون فانحذر عليه أمثال الحجل يحذرون الحجارة، بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع نسوة دفوفها، حتى غشوه فلا أراه. فقمت فأوحى إلي بيده أن اجلس فتلا القرآن، فلم يزل صوته يرتفع: العظم والبعر، فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا ببعر. وفي رواية: رأيت مثل النسور تهوي وتمشي في رفرفها، هذا كلام ابن مسعود، وسمعت لغطا وغمغم حتى خفت على رسول الله، وغشيته إسودة كثيرة حالت بيني وبين حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقاطعون مثل قطع السحاب ذاهبين. سبحان الله، مثل قطع السحاب يعرجون إلى السماء. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر فقال: أنمت؟ قلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسوا. فقال: لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم. ثم قال: هل رأيت شيئا؟ سبحان الله. قال ابن مسعود: قلت: نعم، رأيت رجالا سود مستسفر الثياب بيض، فقال: أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاع الزاد الحديث. مستسفر الثياب، رجال سود مستسفر الثياب بيض. المستسفر، ما معنى ثياب مستسفرة؟ الثياب اللصيقة مثل بذلة الرياضيين، يلبسون ملابس مثل جيست كور أو ملتصقة بالجسد. ومنه سفور المرأة، المرأة المسفرة التي تحدد عورة جسدها، فثديها ظاهر وكذلك بطنها وفخذيها، هذا هو الاستسفار، سفور المرأة. وقال: رأيت رجال مستسفر ثياب، أي يلبسون لباس لصيقة بالجسد تحدد العورة وتحدد الفخذين، مثل ما نرى عن سكان الفضاء التي تنزل وتلبس مثل هذه الملابس. سبحان الله. وفي إحدى الروايات عن ابن مسعود جاء فيها:
فلما أصبحت قلت لأعلمن علما حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضع مبارك 60 بعير، وذلك حين ذهب رسول الله ليكلم الجن. وفيه هذه الرواية دلالة على أن الجن الذين كلمهم الرسول لهم هيئة مادية بحيث يمكن مشاهدتهم، فقد تركوا آثار يدل على تشكلهم في الرمال حيث جلسوا، حيث قعدوا حول رسول الله عندما كانوا مجتمعين حوله. وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد. قال ذلك ثلاثا، فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى خنست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض بوراز، فإذا رجال طوال، هذا شرح الصحابي، رجال طوال كالفضائيين كأنهم رماح من شدة دقته سبحان الله، مستسفر ثيابهم بين أرجلهم ثياب لصيقة. فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة، أصابه رعب عندما رأى امرأة مخلوقات حقيقية وليس أطياف، حتى ما تمسكني رجلي من الفرق أي من الفزع. فلما دنونا منهم خط لي رسول الله بإبهام رجله في الأرض خطا، فقال لي أقعد في وسطه. فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من الريبة أي من الخوف. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا حتى طلع الفجر، ثم أقبل حين مر بي فقال لي الحق، فجعلت أمشي معه. فمضينا غير بعيد فقال لي التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟ فقلت يا رسول الله أرى سوادا كثير. فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض فنظم عظما بروث، ثم رمى به إليهم، ثم قال رشد أولئك من وفد قوم هم وفد نصيبين. فسألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروث. قال الزبير فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روث أبدا. رواه الطبراني وقال به الهيثمي في مجمع الزوائد، إسناده حسن. ثياب لصيقة بالجسد مستسفر ثياب أي تحدد العورة مثل سفور المرأة سبحان الله. وعندما قدم ابن مسعود الكوفة رأى شيوخا شمط من الزط فراعوه أي فزع منهم، فقال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء نفر من الأعاجم. قال ما رأيت للذين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام من الجن شبها أدنى بهؤلاء رجال الزيطة أي الرجل الأزوط الذي عينه منقلعة إلى خلف إلى أذنه، وليس مثل الأحول الذي عينه منقلعة إلى أنفه. فالرماديون لهم عيون منقلعة إلى خلف كما نرى في الصور هذه المخلوقات من الزيطة، ذكر الألوسي. وهذا الحديث تفسير الطبري مذكور في تفسير الطبري. ذكر الألوسي أنه كان للجن على رسول الله 6 وفدات، وهذا دليل على أنهم كانوا أجناس مختلفة، منهم من يشبه الحجل، ومنهم من يشبه النسور، ومنهم من يشبه رؤوس الأبارق، ومنهم من يشبه الرجال طوال كالروح كالرماح السود، ومنهم من كان كالشمط الزبط. والله أعلم. وحسب القابوس نصيبين مدينة في تركيا، أو تركيا كلها حاليا هي نصيبين القديمة، وقد تكون نصيبين اسم لمجموعة شمسية أو برج من الأبراج السماوية والله أعلم. انتهى. العظم والبعر، فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا ببعر. وفي رواية رأيت مثل النسور تهوي وتمشي في رفرفها، هذا كلام ابن مسعود، وسمعت لغطا وغمغم حتى خفت على رسول الله، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبين حتى ما أسمع صوته.
ثم طفقوا يتقاطعون مثل قطع السحاب ذاهبين. سبحان الله، مثل قطع السحاب يعرجون إلى السماء. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر فقال: أنمت؟ قلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا. فقال: لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم. ثم قال: هل رأيت شيئا؟ بذكر كتاب الجن والجمل. فصل: قصة عمر الجني الذي كان يطلب العلم الشرعي في إحدى الجامعات الإسلامية بالسعودية على يد الشيخ ابن باز. أخبرنا سائق الشيخ ابن باز بالباحة عام 1420 هجرية أن طالبا اسمه عمر من إفريقية كان من في غرفته وطولها 6 أمتار، فدخل عليه بعض زملائه فقال له عمر: اغلق الباب. فلم يغلق الباب، فغضب عمر ومد يده فطالت إلى الباب، وكان على بعد 6 أمتار من سرير، فأغلق الباب بيده على هذا البعد، ثم قبض يده إليه، فخاف زملاؤه فذهبوا إلى الشيخ ابن باز وهو رئيس الجامعة الإسلامية فأخبروه الخبر، فطلب حضور الطالب عمر، فحضر بين يدي الشيخ، ثم قال له الشيخ: أسألك بالله، هل أنت جني أم إنسي؟ فقال عمر: والله يا شيخ، إني جني، جئت أطلب العلم في الجامعة الإسلامية، فلا تحرمني طلب العلم. فقال الشيخ: لا بأس، ولكن بشرط ألا تغير من شكلك، أي أن يبقى على صورته الإنسية ولا يتحول إلى أشكال أخرى. فأبقاه في الجامعة. فقال أبو يوسف سائق الشيخ: كنت أذهب إلى عمر في بيته ثم آخذه بالسيارة أحمله إلى الحرم المدني ثم أعيده إلى سكناه. فقال له راوي القصة: وأنت تدري أنه جني؟ فقال: نعم والله، أحمله معي وأنا أعلم أنه جني. فقال الراوي: كيف عمل بعد ذلك؟ فقال: آخر العهد به عندما استلم شهادته الجامعية من يد شيخ بن باز رحمه الله تعالى، والله أعلم. فصل: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البارحة عفريت تفلت علي لتقطع علي صلاتي. تفلت أي بصقت علي، عفريت تفل على الرسول، بزق عليه، الله أعلم. فصل: في ذكر الجني الصحابي الجليل عرفطة بن سمراح الجني من بني نجاح، ذكره الخرائطي في الهواتف، قال أن أبا البختوري وهب بن وهب القاضي قال: حدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن جده عن سلمان الفارسي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في يوم مطير، فسمعنا صوتا: السلام عليكم يا رسول الله. فرد عليه فقال له رسول الله: من أنت؟ قال: أنا عفرطة، أتيتك مسلما. وانتسب له كما ذكرنا، فقال: مرحبا بك، اظهر لنا في صورتك. قال سلمان: فظهر لنا شيخ أرث أشعر، وإذا بوجهه شعر غليظ متكاثف، وإذا عيناه مشقوقتان طولا مثل الزواحف، وله فم في صدره أنياب، أي في مقدمة فمه أنياب بادية طوال، وإذا في أصابعه أظافر كالمخالب، كمخالب وكأنياب السباع من طولها وبياضها، فاقشعرت منه جلودنا أي الصحابة. فقال الشيخ الجني: يا نبي الله، أرسل معي من يدعو جماعة من قومي إلى الإسلام وأنا أرده إليك سالما. فذكر قصة طويلة، فبعث معه علي بن أبي طالب فأركبه على بعير وأردفه سلمان، وأنهما نزلوا في واد لا زرع فيه ولا شجر، وأن علي أكثر من ذكر الله. ثم صلى سلمان بالشيخ الصبح، ثم قام خطيبا فتذمروا عليه، فدعا بدعاء طويل، فنزلت صواعق أحرقت كثيرا، ثم أذعن من بقي وأقر بالإسلام ورجع بعلي وسلمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قص قصتهم:
أما إنهم ليزالون لك هائبين إلى يوم القيامة. الله أعلم. فصل. أخرج الطبراني في الكتاب من طريق عثمان بن صالح حديث عمرو الجني، عمرو بن طارق أو بن طالق الجني الصحابي الجليل، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم فسجد وسجدت معه. وأخرج ابن عدي من وجه آخر عن عثمان بن صلاح قال: رأيت عمرو بن طالق الجني فقلت له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وبايعته وأسلمت وصليت خلفه الصبح، فقرأ سورة الحج فسجدا فيها سجدتين. انتهى الكلام. فصل في ذكر مالك بن مالك الجني. أخرج الطبراني من رواية محمد بن خليفة الأسدي عن محمد بن أبي حي عن أبيه قال: قال عمرو يوما لابن عباس: حدثني بحديث تعجبني به. فقال: حدثني خريم بن فاتك الأسدي قال: خرجت في بغاء إبل لي فأصبتها بالأبرق فأصابتها بالإبرق حدثان خروج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي كما كانوا يقولون في الجاهلية. فإذا هاتف يهتف بي ويقول: ويحك، عذ بالله ذي الجلال منزل الحرام والحلال، أرشد عندك أم تضليل؟ فقال: هذا رسول الله ذو الخيرات، جاء بياسين والحميمات محرمات ومحللات، يأمر بالصوم والصلاة. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا مالك بن مالك، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن أهل نجد، على جن أهل نجد. فذكر قصة إسلام خريم بن فاتك، وأخرجه محمد عثمان بن أبي شيبة في تاريخه، وأبو القاسم بن بشران من طريقه، ثم من رواية بن خليفة الأسدي عن رجل من الدرعات سماه فذكره. فصل في ذكر الصحابي من الجن سمحاج. روى الفكهاني في كتاب مكة من حديث ابن عباس عن عمرو بن ربيعة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في بدء الإسلام، إذ هتف هاتف على بعض جبال مكة يحرض على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان. ولم يعلن شيطان بالتحريض على النبي إلا قتله الله. فلما كان بعد ذلك قال لنا النبي نبي الله: قد قتله الله بيد رجل من العفاريت الجن يدعى سمحجا، فقد سمعت عبد الله سمعته فقد سميته عبد الله، أي سمحج سماه الله سماه رسول الله عبد الله. فلما أمسينا سمعنا هاتفا بذلك المكان يقول: نحن قتلنا مسعرا لما طغى واستكبر وصغر الحق وسن المنكر بشتمه نبينا المظفر. وفي رواية: لما ظهر رسول الله في مكة هتف رجل من الجن يقال له مسعر بالتحريض عليه، قال: فتذمرت قريش واشتد خطبها. فلما كان في الليلة القابلة قام مقامه آخر يقال له سمحج. فصل في حديث سمحج. قال سمحج الجني سأل رسول الله: أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال رسول الله: كان على حب.